فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المسافة التي لا يجوز للمار أن يمشي أمام المصلي؟ ما هي المسافة التي لا يجوز للمار أن يمشي أمام المصلي؟ يقولون إذا كان بينك وبين المار ثلاث أذرع فلا مانع، والأصل تحريم المرور بين يدي المصلي. حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين المصلي. قال أبو النضر: لا أدري أراد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. أحسن الله إليكم. والسنة للمصلي وضع السترة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدعونها، فإن أحد مر بيديه فليمنعه، فإن فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.